سعيد جدا باستقبال ضيوفي برشا ضيوف عنا اليوم في معرض سوسة الدولي بمناسبة المعرض هذايا سالون دي جون انوفاتور اي انفونتور بحذايا على يبيني قيس بالحاج رئيس غرفة التكنولوجيا والالكترونيك والبرمجيات وباحث واستاذ جامعي. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا. شحوالك لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. اي باه. وبحذاك صديقك العزيز السيد مازري ابو زيد مدير عام المعرض. مرحبا بك. مرحبا بكم. ولا قالوا لي راه ما يجي سيد قيس كان مع سيد مازري. خويا قيس شرفوا لي برشا. علاش انتم مع بعضكم؟ شرفوا بكم كل في فضاء معرض سوسة الدولي. يعيشك. دونك سي قيس بالحاج وضع عندكم ندوه صحفيه باش تعلنوا عليها على كافه المشاريع تاع الغرفه على نطاق وطني ودولي. كي تعطينا اكثر تفاصيل. بالضبط غدوه ان شاء الله باذن الله مش تصير ندوه صحفيه وتكريم لمعرض سوسه وصديقتي مع سيد مازري مش تكون في معرض سوسه الدولي. مش تكون فيها برامج ثريه برشا اللي هو يهم ليزاكتيفيتي تاع الغرفه لسنه 2019. عندي نطاق وطني وعندي نطاق دولي. ممكن نعطيك البوز هكا شويه هكا انه فما سكوب مش يكون فما الاعلام على عديد المشاريع اللي مش تم لاول مره عن نطاق افريقي وعربي بالتعاون مع الجامعات. وهنا نحب نشكر السي علي بن يحيى رئيس جامعه سوسه للتسهيلات الكبرى اللي قم بها. نحب نشكر السي المازري اللي صدقني وقولها صراحه الكالندري مهبيه يلوش كيفاش لتنظيم عديد الملتقيات الدوليه من جملتها الملتقى الافريقي للبرمجيات من جملتها لو كارفور دافير تكنولوجي اللي مش يتم عن نطاق البحث المتوسط في سوسة ان شاء الله باذن الله ومن جملتها برنامج كامل لفائده الجامعه التونسيه لاختيار احسن لبروجي دو فان ديتود مش يكون تدعيمها تدعيم كامل من الغرفه وبطبيعه نقول الغرفه نقول الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره. دونك غدو الاعلان الرسمي على عديد المشاريع من نذكر اعطيني شويه مشاريع نسمع انا خلي قبل ندوه الصحفيه مده تقريبا شهر ونص ولا شهرين على مستوى دولي مده شهر ونص ولا شهرين كان حدث كبير اللي هو تم لأول مرة هو انتخاب لجنة الخبراء المستشارين في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وبالتحديد في غرفة التكنولوجيا الإلكترونيك والبرمجيات متكونة من الأساتذة الجامعيين من رؤساء البحوث رؤساء أقسام البحوث في الجامعات. اللجنة هذه قاعدة تحضر في استراتيجيات للمستقبل لخاطر هالوطن العزيز. من جملة المشاريع أنهم تبنيت كل كلية في الميدان التكنولوجي مشروع في العمل الاجتماعي. مش نعطيك مثال بسيط باش من ممكنوش مثال. فما جامعة تكفلت انها لصنع دار بالطاقة الشمسية لكن الشيء اللي راو فيه في عند راهم في زغوان في عدة اماكن اللي فيها ثلوج للطبقات الضعيفة. وهنا لا يسعني ان اشكر الاخ والصديق سي شكري بن حسن الوزير لدى رئيس الحكومة اللي دعم كامل هو وسي انور معروف الوزير التكنولوجي. فما تكنولوجيا في خدمة الاجتماعي ما هو اجتماعي. أكيد أكيد هو العمل يلزم الخروج من الأبحاث الموجودة في الجامعات إلى المستوى العملي. وهنا فما دي تراجيكتوار باش نتبعهم في الميدان الاجتماعي في الميدان الاقتصادي في الميدان البحثي وفي عديد الميادين الأخرى. تخي بيان دونك غدوة ندوة صحفية إن شاء الله. مرحبا بكم. مرحبا بكم. مرحبا بكم زفام. دونك سيد الوالي أهمية المعرض هذا في سوسة انه يظل لي حان الوقت انه نعملوا لا مركزيه في نوعيه المعارض هذيا في جهات كما الساحل. شوف هو المعرض هذا اللي تعملت اول مره معناتها تعمل في سوسة اول مره تلقى معناتها حاجه كيما هكاك في معرض سوسة معناتها يشاركوا فيه تقريبا 150 من الشبان المخترعين والمبتكرين الشبان هذه حاجه معناتها فما كانت حاجه بالحق حتى فما ناس هنا نعرفهم معناتها الناس ما كانتش تعرف اللي عندنا المواهب هذه والناس هذه والمهارات هذه اللي معناتها يلزم لهوه خاصه معناتها هو معرض سوسة الدولي معناتها مشكور معرض سوسة الدولي اللي تحرم الفرصه باش يتجمعوا هنا ويجوا من تونس من الولايات كل كي جاو حتى وخيال من افارقه شفت من السينما شفت المغرب معناتها قاعده الناس تجي وقاعده توري في المواهب نتاعها
الصحة وتشوف معناتها في الحاجات اللي قاعدين ما لحقش يعمل 66 كيلو نقولوا باللغة العامة نتاعنا. معناتها نشوف القطب التكنولوجي نتاع سوسة موجود هنا، نشوف القطب التكنولوجي نتاع المسير موجودين هنا. معناتها هذوما باش يحافظوا على الابتكارات هذه وباش يحافظوهم باش يعملوا لهم الانقدرم نتاعهم، يعملوا لهم التكوين نتاعهم ويحافظوا لهم على الابتكارات نتاعهم هذه باش يقع بعد الكوميرسياليزاسيون نتاعهم. شفنا برشا حاجات وخيال معناتها عاملين حاجات معناتها في ما يدير الكل تقريبا اللي قاعد تشوف فيها اليوم، سواء في النقل ولا في الفلاحة ولا في الطب ولا في النقل. معناتها في برشا حاجات قاعدين يعملوا في ابتكارات حاجة خارقة العادة، واحنا معناتها وقت اللي نشوفها حتى معناتها في الأسلحة معناتها قاعدين نشوفوا. شفت كل غمس مع الجيلي أنتي بال معناتها فهم برشا حاجات اللي قاعدة معناتها في الميادين الكل كي راهو وقت اللي يقول لك معناتها احنا برشا ميادين ابتكار نجموا معناتها نعملوا كل شيء لهنا في بلادنا اللي كان نأمنوا بالقدرات نتاع الشباب نتاعنا اللي نشوفوا فيها هذا ونزيدوا نعطيهم الأهمية نتاعهم. راهو هذا هو رأس المال نتاعنا وهذوما هما اللي ما عادش احنا نولي الامبورتاسيون، احنا نوليو نصدروا الهون نتاعنا ونصدروا المشاريع نتاعنا ونصدروا الأفكار نتاعنا. فوالا هذا يعطيك الصحة سيد الوالي والي سوسة. دونك فوالا حضور والي سوسة في المعرض يأكد أنه الدولة موجودة زادك في كيف والدولة تشجع المعارض نوعية المعارض هذه ومهم جدا سي الميزري. دونك الفكرة انطلقت من مجلس إدارة معرض سوسة الدولي وهذه المساهمة من المعرض لتنمية قدرات الشباب والإحاطة بهم مع العلم كون المشاركة كانت مجانية وكانت كل المطالب اللي وردت على معرض سوسة الدولي قبلت بالموافقة يعني من كافة أنحاء الجمهورية. شباب تونس ثم استعداد به استعداد وتحضير معناتها كبير ياسر للمعرض وقمنا بالدورة هذايا بكل كيف يعني هذايا تعرف يستحق شباب تونس يستحق هذا الدعم وان شاء الله يتواصل الدعم. هذه دورة أولى وان شاء الله تليها الدورة الثانية وان شاء الله ننجحوا في مساعي واحنا معكم سي ميس ان شاء الله معكم كإعلام بالحق. لا نحبوا في الساحل معارض النوع هذايا مهم جدا واحنا نشجعوا أي مبادرة في المجال هذا. شكرا لك سي ميس مرحبا بكم في معرض سوسة الدولي يعطيك الصحة. دونك شكرا لك سي قيس بالحاج شكرا ميرسي عليك ونشكر بالحق يعني حضرت في برشا ندوات اما نجي نحسبها نلقى روحي ديما في كنوز افلام اكثر من الاذاعات الاخرين ومرحبا بك تليباتي شكرا كمان الايميسيون تاعنا من نقطه كما قلنا خارجيه من سالون دي جون انوفاتور اي انفونتور في معرض سوسه الدولي